يلا يا اولاد يلا يلا. آنسة رزان، ممكن تجي على مكتبي شوي؟ طبعا استاذ. تفضلي. تفضلي آنسة رزان. آنسة رزان، صار لي 5 سنين عم بتدرسي هون. وبلشتي مهنة التدريس عنا، وانتي صرتي وحدة من أهم المعلمات عنا. وطلابك كلهم بيحبوك كتير، ومثل ما بتعرفي مدرستنا كتير مشهورة والعيون كلها عليها، وكل شي بتعمليه هون شايفينه، وكل شي انتي بتحكيه عم يوصل. حضرة المدير، انت لوين بدك توصل؟ يمكن انتي ما بتعرفي، بس الشائعات معبية المدرسة كلها، والبنت اللي عم تقولي انك تبنيتيها هيك صارت بنتك، يعني العالم عم يحكوا عنا انها غير شرعية. وبتعرفي حكي العالم، بعرف انه حكيه مو حقيقي، بس بتمنى ما تفهميني غلط. انا بعرفك كتير منيح يا أنسة رزان. هالعالم قديش ذمتهم واسعة، مركز الشرطة بيعرف، بعدين هالبنت مسجلة بوكالة حماية الطفل، وكل الدنيا بتعرف تبنيتها. والطلاب وأهاليهم بيعرفوا هالشي منيح، وأولياء الأمور عم يضغطوا كتير على إدارتنا، عم يطالبونا إنه ما بدهم الآنسة رزان تعلم أولادهم هون بالمدرسة بعد اليوم. شو هالعالم، هنن ما بيعرفوا شي. طيب استاذ، انا فهمانه ومقدره قصدك، واذا لزم الامر بترك التدريس، اما بالنسبه للبنت مستحيل اتركها. اذا فكرتي تنتقلي لمدرسه تانية انا بقدر ساعدك. شكرا لك. كيف بتقدر تقول قدام العالم انه بنتها بالتبني؟ فكرة حالة عم تضحك على العالم. ليش مين بتكون هاي البنت؟ شرفت، ما ضل غير وحدة مثلها تدرس ولادنا. عن جد ما بتستحي. يا الله، ليش عم يحكوا علي هيك؟ ليش؟ لازم اقلعوها من هالمدرسة. ايه مزبوط، ايه معك حق، عن جد لازم تتقلع من هالمدرسة. ما اصلا هالاشكال. بس يتزوجوا لازم يسافروا ويعيشوا مع بعض طالما هنن بيحبوا بعض. عن جد كلامك صح، وأنا هيك كمان كنت عم فكر. يا الله، عن جد الولاد بيربطوا الواحد، صح كلامي ريان؟ حكيك كله صح. ريان، ما خبرتني إنك جاي، لو بعرف كنت اجيت بكير. والله جيتي صارت فجأة، بنتك عم تبكي، انا رح روح وبجي بغير وقت، انا مرقت لسلم عليكي. طيب ريان، معلش خليك عنا، لا تروح، روحي شوفي بنتك. لازم روح. ريان، شو صاير؟ قلي. ولا شي، كنت جاي لتخبرني شي. أبدا، إذا عندك حكي فينا نقعد ونحكي. لا، يلا عن إذنك. ريان، رزان، رجاءً حاجة تضغطي علي لو سمحتي. تذكرت عندي شغلة مهمة ولازم روح أقضيها بسرعة.
أحسن ريان ما يتركني كمان. إيه لهيك لاقيلك مربية أطفال غيري. سيد ريان تفضلي أنسي سهير. أكيد ما رح تتركني كمان. طبعا يعني رح لاقي أحلى. خجلتني منه. شكرا. خلص لا تبكي يا حبيبة قلبي، خلص يا روحي انتي لا تبكي. بس يا روحي بس لا تبكي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.